زميلات الخريجات الحبيبات، هنا اجتمعنا وتلاقينا بكم ومعكم صنعت الذكريات، وطالما كان التخرج هو حلمنا المنتظر، فارتدينا وشاح تخرجكن وارفعنا قبعاتكن بكل فخر، واعلنا للعالم بانكن خريجات هذا العام. يا رفاق الدرب والطريق اليكن اعود، قبل ان تفترق طرقنا تذكرنا ان كل الاحلام تتحقق يا اصدقاء، وان الاحلام التي لم تتحقق تنازل عنها اصحابها، تكاسلوا عن السعي لها وسقطوا من اول عثره ولم يعاودوا الوقوف، وتذكرنا ايضا انكن لم تخلقن عبثا، وما ولدتم كي تموتوا سدى، لا خيب الله مساعيكم في مناكب الحياه ولا اضاع جهدا لكم ولا حلما. ساشتاق لايامنا هذه قبل ان تفارقنا، لانها لن تعود كما هي، بعفويتنا، بضحكاتنا، بجمعتنا وبضجه صفنا. لن يبقى من هذه الذكريات سوى صور التقطناها ومقاطع سجلناها، فقد كنا الى جانب بعضنا في ايام حزننا قبل فرحنا، واحتوينا بعضنا في لحظات ياسنا وفشلنا. فكم نشعر بالفخر لانتمائنا لثانويه اندرينا حاسي الرسميه، التي زرعت فينا بذور الخير وروتها بتعب المعلمين، وها قد اين الزرع وحان الخطاب. فاللهم سهل اختبارنا واجعل الاجابه امام اعيننا، اللهم وفقنا ولا تضيع لنا عملا، ولا تهدم لنا حلما، واجعل نهايه جهدنا فرحا. وبقدر الكاد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، انتم وانتم ابنائنا.